العدو الأول ثقافة المريض. هقول ثقافة المريض المصري؟ لا، ثقافة المريض العربي، ويمكن أبعد من كده شوية. الحاجات اللي أنا هقولها لكم دي إحصائيات وأرقام، ما هيش آراء شخصية، ده بحث كنت عامله أنا وواحدة اسمها باربرا أليسون في سنة 2008، ونشرناه في 2009 في مجلة اسمها International Journal of Rheumatic Diseases، المجلة العالمية للأمراض الروماتيزمية. كل الأرقام اللي هقولها لك دلوقتي أرقام جبناها من هذا البحث، والبحث ده اتعمل على مرضى عندهم روماتويد، جم في عيادة الروماتويد في الآخر بصرف النظر راحوا فين الأول، وكان أكتر من 50% منهم من الجنسية المصرية، كانوا من بلاد عربية بس معظمهم كانوا مصريين. طيب، ألم في المفاصل، الروماتويد عبارة عن إيه؟ الروماتويد مرض بيعمل التهاب في المفاصل، بيجي في بالذات في المفاصل الصغيرة ديت والمفاصل ديت والمفاصل دي، ألم، تورم، تيبس الصبح، أبقى قاعد متكتف نص ساعة ساعة، وأنا مفترض طبعا إن أنا مش محتاج أعرفه من الأول لأن مش هيسمع المحاضرة دي غير عين عنده روماتويد بالفعل. طيب، لما بدأ الروماتويد وعندي ألم في المفاصل بقالها أسبوع اتنين بقالها شهر، إيه أول حاجة بيعملها الشخص المتألم من خلال الدراسة بتاعتنا؟ عارفين أول حاجة العيانين عملوها إيه؟ أول حاجة عملوا ولا حاجة. 48%، يعني نص الناس اللي جالها روماتويد اتشخص روماتويد بعد كده هوت، عملوا في الأول ولا حاجة لمدة قد إيه؟ أسبوعين، ثلاثة، أربعة، في المتوسط 6 شهور. في ناس قعدت 6 شهور ما بتعملش حاجة، مستنية الفرج، مستنيه بكره يتحسن، رطوبه، ده اجهاد. طب اجهاد يوم اتنين؟ اجهاد 6 شهور؟ في ناس اعتبرته ان ده جزء عادي من التقدم في السن. انا بتكلم عن ناس كان عندها حاجه و30 وحاجه و40 سنه، اعتبرت ان الالام دي جزء من التقدم في السن. اللي شافه دكتور كانوا 34%. ايه، معقول؟ عدد مش بطال راح للدكاتره، والباقي بقى ايه؟ راح بقى ايه اللي راح لصديق يساله، ابو اشرف مش انت كنت عندك زي دوت من كام شهر، عملت ايه؟ يعالج نفسه، اي ادويه يلاقيها، اللي راح لشيخ، يعني ايه الاقليه الثانيه راحت في حتت مختلفه. ليه؟ ايه اللي خلى نص ناس تعمل ولا حاجه وعدد صغير والتلت بس يروح للدكتور؟ هي دي ثقافه المريض ومعلوماته. يبقى ده عدو. لما الثقافه بتاعتك توجهك لحتت هلاميه غريبه بدل ما تروح للدكتور اللي هو المعني بالمشاكل اللي جات لك ديت، يبقى ثقافتك ديت كانت عدو ليك، ثقافه المريض ومعلوماته. طيب، يلا بقى نكشف عند الدكتور. لما العيانين قالوا يلا نكشف عند الدكتور، راحوا فين؟ اتفضل يا استاذ، دكتور روماتيزم 4%. اللي راحوا خبطوا على دكتور روماتيزم كانوا 4% من كل 100، 4 راحوا لدكتور روماتيزم اللي هو ده اصلا اللي كان هيعالج الروماتويد، واحد غيره ما كانش. طيب، 96% معظمهم راحوا فين؟ راحوا يتفسحوا في تخصصات تانية ما بيتعالجش الروماتويد. عظام، معظمهم راح عظام، بطنة، ممارس عام، اعصاب، علاج طبيعي واخرى. طيب ليه؟ ثقافة المريض ومعلوماته العامة هي اللي ودته العيادات دي. ده ما بيحصلش في الغرب، ده مش ممكن يحصل في أمريكا ولا في أوروبا. ليه؟ علشان العيان مثقف وعارف إن أنا لو مفاصلي وجعتني أروح لدكتور بتاع روماتيزم؟ لا، ولا يعرف حاجة. العيان برة ثقافته ضعيفة، هو كمان ما هوش أعلى بكتير، أحسن سنة بس مش أعلى بكتير. الفرق ما بين إن أنت تروح لدكتور هنا وإن أنت تروح لدكتور في أمريكا أو إنجلترا أو كندا، إن هنا هوت أنت لما يجي لك عرض مروحك للدكتور يعتمد على ان انت تقف كده قصاد يافطه وتروح تهرش في راسك كده اهو، مفاصلي شكلها عظام، ده اللي انا متعود عليه، تروح مخبط على الباب وداخل. بره بقى ايه اللي بيحصل؟ انت ما تقدرش تروح منك لدكتور كده على طول، انت بتبقى متسجل عند حد اسمه ممارس عام، جنرال براكتيشنر، ممارس عام. اي حد يتعب من اي حاجه لازم يروح للممارس العام. الممارس العام هو اللي بيفنطك، يا إما بيعالجك لو هي حاجة يقدر يعالجها، يا إما بيوجهك. يوم ما هيوجهك طبيعي هيوجهك صح، إذا كان هو دكتور يبقى هيوجهك للتخصص الصح. فينهوت العدو الأولاني ليك ثقافتك، قعدتك فترة ما تعملش حاجة، ثقافتك ودتك للتخصص الغلط. طيب، الحل إيه بتاع ثقافة المريض؟ الحل العمل على تثقيف المجتمع أو المريض العربي بصفة عامة. لازم نثقفه، لازم نفهمه، لما تشتكي من كذا يبقى كذا.
المرة جالي من حوالي 10-15 سنة واحد إيطالي في العيادة. الراجل دوت اشتكى من ظهره بقاله أسبوعين ثلاثة، فأول ما كان مستني الأوجاع دي تروح لأن هي بتجيله بشكل متكرر، ففي الآخر آخر ما تعب راح يكشف، فراح كشف عندي. بما أن أنا متعود أن العيان اللي يجي لي أنا كدكتور روماتيزم عشان نشوف ألم ظهر عادة بيتوه في حتة تانية عبال ما يجي لي، فسألته لأن أنا عرفت أن أنا أول واحد يشوف، أنا أول دكتور يشوفه، طب أنت جيت لي أنا ما روحتش حتة تانية الأول ليه؟ قال لي ما أنا ظهري وجعني يبقى لازم دكتور روماتيزم. قلت يا سلام، طب هو يعني طب حضرتك عارف ده منين؟ قال لي عارف كده من المدرسة، يعني المدرسة هي اللي المدرسة من هو بقى كان أيام ما عنده 10 سنين 8 سنين أيا كان عنده كام سنة معرفاه إن الشكوى دي بتروح عند ده، الشكوى دي بتروح عند ده. طيب نثقف المريض، نثقف المجتمع العربي، نقول له الشكاوي دي بتروح عند هذا التخصص وهكذا. بالنسبة له كان أمر بديهي، السؤال بتاعي كان غريب بالنسبة له. الحاجة طب هنثقف الناس ازاي؟ محاضرات حية ومسجلة زي اللي بيحصل دلوقتي حالا. المحاضرة دي معمولة ليه؟ أنا دكتور بعالج روماتويد، كان أبدا إن أنا أقعد أتكلم عن هعالجه ازاي، ودي متكلمين عنها ليها محاضرات كتيرة لو تدور على اليوتيوب حاتم العيشي الروماتويد هتلاقي محاضرات زي ما أنت عايز. بس إيه اللي خلاني محتاج أتكلم عن أعداء المريض؟ التوهان العيان فيه. محاضرات، مواقع إلكترونية، واحنا فعلا عملنا موقع انا ومجموعه كبيره انا و40 دكتور من بلاد عربيه مختلفه عاملين موقع اسمه روماتيزميات مافاصلي.com. اي حاجه تخطر في بالك ليها علاقه بالامراض الروماتيزميه على الموقع ده، واسئلتك بتتجاوب في خلال 48-72 ساعه مجانيه. فيسبوك، مجموعات على الفيسبوك، صفحات على الفيسبوك، وكمان وسائل اعلام، خد بالك من الكلمه دي، امينه عليها رقابه معلوماتيه. ما ينفعش اي حد يطلع يقول اي كلام وما فيش حد تاني يقدر يبقى في مصفى تحدد ايه المعلومات اللي تعدي للناس وايه اللي ما تعديش. في دول العالم الاقل ثقافه لو سمينا المنطقه اللي احنا فيها، التلفزيون ووسائل الاعلام بتلعب دور اكبر بكتير في حياه الناس. التلفزيون ده مثقف ومربي ناس كتير، فبين ناس كتير عايشه ومعتمده عليه، سواء نشره الاخبار، البرامج التثقيفيه، المسلسلات، يبقى بما ان المعلومات اللي هتطلع ان هو بتفرق في ثقافه الناس وقرارات الناس، يبقى انا لازم اعمل عليها رقابه عنيفه جدا. فما ينفعش حد يطلع كده هوت يقول كلمتين علميا ليس لهم اي اساس من الصحه، وهنجيب سيرتها كمان شويه لما نيجي على دور وسائل الاعلام، وناس كلها عماله تسمع وتفكر على هذا الاساس وتاخد قرارات على اساس حرام حرام، ما ينفعش.